And I just learned from the powers that be that H&K equipment will soon be making a $2.7 million capital investment thanks to the سوف تستثمر مبالغ كبيرة والعمال طبعا سعداء بذلك. هذا يعني المزيد من النمو والمزيد من الوظائف. ولقد أوجدنا 2,200,000 وظيفة منذ الانتخابات. ونسبة البطالة وصلت إلى أقل مستوى لها منذ 18 عاما. بينما هناك أرقام أخرى تسجل لأول مرة منذ 45 عاما، وهو شيء أفخر به كثيرا. كنت أقول ماذا لديكم لتخسروه، كنت أقول ذلك للأمريكيين الأفارقة. أيضا البطالة بين النساء وصلت إلى أقل مستوى لها منذ 17 عاما. الأمريكيون الإسبان وصلت إلى أقل مستوى لها في تاريخ الولايات المتحدة. قيمة المدخرات ارتفعت. You're brilliant investors. والاستثمارات أيضا ارتفعت. My wife thinks I'm the most brilliant investor. زوجتي تعتقد أنني أفضل مستثمر لأنني كسبت 42%. I don't think so, right? Wow. We can keep it like this. We're going to win a lot of elections, that I can tell you. ينبغي أن نستمر في هذه الجهود. وسنفوز في كثير من الانتخابات. إنه الاقتصاد، إنه الاقتصاد هو كذلك. Really, a few weeks from now, millions of American workers will be seeing the signs of America's comeback in their paychecks in February. ملايين الموظفين والعمال الأمريكيين سوف يشعرون بفائدة هذه الإجراءات منذ نهاية شهر فبراير. نحن نضاعف الفوائد التي يحصل عليها الأسر التي لها أطفال كما لم يحدث من قبل أبدا. عندما بدأنا بجهودنا الرامية إلى خفض الضرائب كان ذلك مرتبطا بوظائف جديدة وبفوائد تعود على العائلات والأسر العاملة، وأنتم ترون نتيجة ذلك أكثر مما يتوقعه كان يتوقعه أي منا. في بنسلفانيا وحدها سوف يكون هناك تخفيض للضرائب ب11 مليار دولار في هذا العام فقط. ذلك ممتاز. أسرة عادية تحصل على 74,000 دولار سنويا سوف تزيد ب2,000 دولار شهريا، وسوف يكونون قادرين على أن يوفروا الكثير. كين ويلسون الأسطوري كين ويلسون، اقترب من هنا سوف تكون سعيدا بذلك. هل قام بعمل جيد؟ نعم، الجميع يعرفون ذلك. تعال تعال إلى هنا. وإذا قام هو بذلك فلن ينجح أي من الآخرين أن يفعله. And worked his way up to become a project. كان ميكانيكيا وتطور وكان سيمكنه أن يوفر 2,200 دولار من
نتيجة لتخفيض الضرائب. And if I had a head of hair like that, I really would have been. لو كان لي شعر أو رأس مثله لكنت رئيسا منذ وقت طويل. But we've nearly doubled the amount of income tax. إذا نحن ضاعفنا دخله. هل ترى فارقا كبيرا؟ He said just the right thing. You never know. Want to say something to your workers. Say something. قل شيئا لمن يعملون لديك. ليس فقط أنا، للجميع. هذه الشركة رائعة، فيها أناس رائعون، والجميع بذلوا جهدا كبيرا، ومن الجيد أن نرى الجميع يستفيدون. شكرا كان. قام بعمل جيد، لم يكن يعرف بذلك. And because we substantially reduced taxes, ولأننا خفضنا الضرائب على الشركات الأمريكية، فإن دخل الشركات أيضا سيزيد بمعدل أو بمتوسط $4,000. Have already received a tax cut bonus from their employers' pay raises. وقد حصل الموظفون على المزيد من العمال من شركاتهم لتقاعدهم ومعاشهم، ولم يمضي أكثر من شهر على توقيعي على قانون تخفيض الضرائب. والكثير من ممن صوتوا لذلك. One thing we didn't project in a positive way, nobody thought that the companies were going to step up and pay all of these great bonuses to people. AT&T started it, but they came up and they paid all of these bonuses. A Florida software company, Spellex, just announced $1,000 tax cut bonus for its workforces. Apple just announced. شركة آبل أعلنت عن أنها أعطت مكافآت للعاملين فيها بقيمة $5,000 لكل منهم. وشركة آبل أعلنت أنها تعيد $350 مليار وتضعها في مجال الاستثمار في بلدنا. $350 مليار. وسمعت الأخبار بالأمس، وتيم كوك هو رجل ممتاز. عندما سمعت 350 مليار قلت 350 مليون، قال لا، قال 350 مليار دولار. وأنا اتصلت به وشكرته، لكن لا أتصور أن هناك استثمارات بهذه القيمة من شركة أمريكية في الولايات المتحدة. And I think some of you remember. وأعتقد أنكم تتذكرون أنني قلت أنني لن أعتبر وضعنا الاقتصادي قد تم إلا إذا بدأنا نصنع أو ننشئ تلك المصانع الكبرى والمركبات الصناعية. لذلك نود أن نشكر آبل. $350 مليار. Here in the great Commonwealth of Pennsylvania, هنا في كومنولث بنسلفانيا حصل المواطنون على فوائد مثل شركات الكبرى American Airlines أو الخطوط الجوية الأمريكية. Is Kevin Hodes. وكيفن هوتس Marine Corps veteran who received a Bronze Star. And a purple heart for his courageous service during three tours in Iraq. خدم بلاده في ثلاث مهمات في العراق. أين كيفن؟ كيفن. He kept that hand out. He didn't want to come up and speak. لم يكن يريد أن يأتي إلى هنا ويتكلم.
شكرا يا كيفن. بدأ يعمل في كومكاست في 2015 وحصل على سك أو شيك بألف دولار منحة إضافية، والآن سيأخذ أسرته إلى إجازة مستحقة. نراك في فلوريدا يا كيفن. أود أن أشكرك على خدمتك وعلى وطنيتك وتهانينا له ولملايين الناس الذين حصلوا على هذه المنح، والرواتب أيضا أصبحت أعلى بكثير. إيجاد وظائف جديدة. بيتر كانر لديه شركة جديدة في بيتسبرغ، وقد لاحظ ارتفاعا في الطلب على منتجاته، وهي أخبار جيدة ليس بيت فقط ولكن لجميع من يعيشون في بيتسبرغ وفي ولاية بنسلفانيا وللأمريكيين. أين بيت؟ شكرا يا بيت. ترى فارقا كبيرا أليس كذلك؟ فارق كبير. نحن نعيد أمريكا إلى العمل، والرجال والنساء الذين كانوا منسيين ولن يتم نسيانهم بعد اليوم أبدا. هذا مؤسف. من كان يعتقد أن الأمر سيتحول بمثل هذه الطريقة؟ هناك أمور نود أن نسترجعها، والأخبار الجيدة ما تزال تأتي الواحدة بعد الآخر. وهناك أيضا شركات ستوزع جزءا من أرباحها التي حصلت عليها نتيجة لتخفيض الضرائب ستوزعها على موظفيها وعمالها. وعندما تحدثت عن العاملين في المصنع قال إن ما يحصل هو القوانين التي خففنا فيها، لكن ينبغي أن نخفض من هذه اللوائح، وذلك ما نقوم به. وينبغي أن يكون هناك لوائح، ولكن ينبغي أن تكون بشكل معقول. كذلك تخفيض الضرائب يساهم في إعادة حرية العلاج، وأوباما كير كانت سلبية، ونحن ألغينا منظومة رعاية صحية لأوباما. أوباما معروفة بأوباما كير. And you pay in order not to have to buy health care. Think of it. وكان على الناس أن يدفعوا أموالاً، لكنهم لا يحصلون على خدمة وعلى رعاية صحية. لكننا استطعنا أن نتخلص منها، وسوف ترون ما يعنيه ذلك. إنه عامل مهم جداً للكثيرين. كما فتحنا أنوى في مجال البحث عن الطاقة، وأوجدنا وظائف جديدة والمزيد من التخفيضات في مجال الطاقة والتوفير في مجال الطاقة. ولأربعين سنة كانوا يحاولون أن يفتحوا مشروع أنوى في مجال الطاقة ولكن لم يفعلوا ذلك، ونحن فعلنا ذلك، ونحن سنحقق حلم أمريكا الآن. لا حدود لما يمكن أن نحققه عندما نحرر أحلام شعبنا الرائع. أنتم شعبنا الرائع. أمريكا حققت إنجازات رائعة. الأيدي الأمريكية والعقول الأمريكية
طورت صناعات عديدة وبنت سد هوفر وهو رائع لو رأيتموه، وعمارة أو برج أمباير ستيت بني في عام واحد، وفزنا انتصرنا في حربين عالميتين. الأمريكيون يفعلون أي شيء ويبنون أي شيء ويبتكرون أي شيء ما دمنا نؤمن بقيمنا ونحترم عالمنا الأمريكي الرائع. لأن أمريكية ليست ملكة لواشنطن والحكام في واشنطن، هي تنتمي إليكم أنتم. لا يعني ذلك أن الأمر سهل، إن الأمر صعب في واشنطن، لكن خطوة خطوة ونستمر في التقدم. إنه مكان صعب جدا، لكننا نسير في الطريق، وليس من السهل أن نحقق النجاح. إن أمريكا تنتمي للأمريكيين ومصيرنا في أيدينا، وأمريكا سوف تصبح من جديد بلدا كبيرا يحلم له أحلام كبيرة ويحقق دائما أحلامه ويصل بها إلى النجوم. لن نخذل بلدنا أبدا، ولا شيء سيوقفنا من الوصول إلى القمم، لأنه لا شيء أقوى من روح وقوة الأمريكيين. أنتم الذين صغتم وصنعتم قدر أمريكا، أنتم الذين أعدتم الازدهار إلينا، وأنتم الذين جعلتم أمريكا عظيمة من جديد. إذن كما يعرف الكثير منكم، ذلك ما تحدثت عنه، أن نجعل أمريكا عظيمة من جديد. أمريكا أولا نضعها هي أولوياتنا، ونحقق الكثير، وليس ذلك أمرا سهلا. هناك دول استفادت كثيرا منا، ولكن لا أحد سيستفيد منا ويستغلنا، لأننا نريد بلدنا أولا، أمريكا أولا بالنسبة لنا نحن، بينما هم يريدون بلدهم أولا. إذن أود أن أشكر شعب ولاية بنسلفانيا. تذكرون تلك الليلة الرائعة في نوفمبر؟ دونالد ترامب فاز في ولاية بنسلفانيا. وأود أن أشكركم أنتم أصدقائي، وأنتم أناس رائعون حقا، وأنكم تحققون نجاح أمريكا. شكرا جزيلا لوجودكم هنا، وليحفظكم الرب.